القضاء الجزائري يدين مدوناً جزائرياً على تيك توك ويحكم عليه بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية بسبب تجربة اجتماعية. المدون محمد رمزي الذي يعرف على السوشيال ميديا بعبارة يحمد رايك قام باستنساخ تجربة عناق الغرباء بالشوارع في الجزائر، وعليه اتهمه القضاء بعرض أشياء مخلة بالحياء والفعل العلني المخل بالحياء. وفي حادثة أخرى نشر المتهم في نفس الفترة فيديو يمارس فيه ألعاب الخفة برفقة فتاتين تلبسان فساتين قصيرة وتضع إحداهما وشما وتحمل أخرى علبة سجائر، وهو ما تم اعتباره فيديو خادشا. المتهم حكم عليه بالبراءة لكن قضيته أحيلت على مستوى مجلس قضاء الجزائر بعد طعن وكيل الجمهورية وتمت إدانته، فيما قال متابعون إن تصرفه عادي لكونه لم يجبر أحداً على عناقه، غير أن آخرين اعتبروه فكرة غريبة وغير مقبولة في المجتمع الجزائري.